حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر أخبار الصحف المحلية والعربية والعالمية من طبعة اليوم. أولى محطات طبعة اليوم من الصحف المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، وبداية جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الزمان، ونطالع أبرز ما نشرته من عناوين لهذا اليوم. الملايين في العالم يجبرون على استقبال العام الجديد من بيوتهم. النفط يحقق زيادة في الإيرادات خلال الشهر الماضي. تفكيك لغم التصق بسفينة قرب محطة الانتظار في المياه الإقليمية. وكورونا الشفاء 1967 وتسجيل 11 وفاة جديدة. مشاهدينا من جريدة الزمان، ننتقل إلى جريدة الدستور ونطالع أبرز ما عنونته في صفحتها الأولى لهذا اليوم. ارتفاع واردات بيع النفط لكانون الأول أكثر من 4 مليارات دولار. لا مخطط لنسف ميناء أم قصر. القوات الأمنية تفكك اللغم البحري وتوضح ملابسات الحادث. كورونا، الصحة تعلن تعاقدها لشراء لقاح فايزر بيونتك. ووزير الصحة يعيد خريجي الطبية بتحقيق مطالبهم. الحزبان الكرديان يختلفان على الوجود الأمريكي في الإقليم. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها الصحف المحلية لهذا اليوم. إليكم أبرز المقالات بعد هذا الفاصل. وإلى فقرة مقالات، ومن صحيفة الصباح، حيث كتب علي عبد الرحيم العبودي مقالا تحت عنوان تغيير سعر صرف الدولار، ما له وما عليه، وأبرز ما جاء فيه. إن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لكي يكون ذا جدوى نحتاج توفر ثلاث عناصر مسبقة، هي الإدارة الكفء والأمان وقطاعات اقتصادية منتجة. فالإدارة الكفء ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب كان غائبا تماما في جميع مفاصل الدولة. هذا نتيجة قيادة السياسة للاقتصاد والمستحقات الحزبوية والحكومات المحاصصتية، مما ترتب عليه دولة مختلة بلا مؤسسات وبلا منهج اقتصادي، والفساد الإداري والمالي صفته الطاغية. لذا نحن بحاجة إلى دولة مؤسسات. كذلك فالعراق بأمس الحاجة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. فعندما يكون الأمان متوفر يصبح الحديث واقعيا عن تطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، وما له من دور كبير في تطوير البنى التحتية للبلد، وسينتج عنها قطاعات اقتصادية منتجة من صناعات محلية خفيفة وثقيلة وزراعة تصل للاكتفاء المحلي، فضلا عن قطاع خدمات المالي الحيوي. وفقا لتوفر هذه العناصر يصبح تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار ذا جدوى اقتصادية ممتازة. بخلاف ذلك فإن قرار خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 23% تقريبا التي قامت بها الحكومة سيؤدي إلى آثار سلبية أكبر بأضعاف من إيجابيتها التي استند عليها صاحب القرار في تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار. مشاهدينا، أبرز ما جاء في الصحافة العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها إيران تناشد ترامب ألا يجعل عام 2021 عزاء للأمريكيين. صرح مستشار المرشد الأعلى في إيران حسين دهقان محدثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين. كما وقد أفاد دهقان في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت لبنان تعلن عن مقتل نازحة سورية وجرحى بالرصاص الطائش ليلة رأس السنة. قتلت نازحة سورية في بلدة الطيبة قرب بعلبك في البقاع اللبناني، وجرحوا 5 مواطنين من بينهم طفل في مختلف المناطق اللبنانية نتيجة إطلاق الرصاص احتفالا برأس السنة الجديدة، مشيرا ذات المصدر إلى أن طائرات تابعة لشركة الطيران اللبنانية أصيبت بالرصاص الذي أطلق في محيط مطار بيروت، مما أدى إلى سحبها من الخدمة لإصلاح الثقوب التي أصيبت بها. ونبقى في الصحف العربية، ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: نواف الأحمد متفائل بالقمة الخليجية في العلا الثلاثاء. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أعرب خلال تصريحات عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سيجمع بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال القمة المقبلة في العلا الثلاثاء المقبل، بما يهدف إلى تعزيز التضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. أما آخر الصحف العربية لهذا اليوم فهي صحيفة القبس، وفيها: الكويت تصرح عودة المدارس بعد تطعيم 65%. كشفت مصادر حكومية كويتية أن الدراسة للمدارس ستعود في حال تم تطعيم 65% من السكان أو في حال تحسن الوضع الوبائي في البلاد بشكل آمن. وقالت المصادر إن المعلمين ليسوا مجبورين على أخذ اللقاح، على الرغم من أن توصيات السلطات شملتهم ضمن الفئات الموصى بتطعيمها. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندد نطالع: الرئيس النمساوي يأمل في هزيمة وباء كورونا ويدعو لمزيد من التضامن الأوروبي. أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن أمله في أن يتمكن العالم من هزيمة وباء كورونا خلال العام الجديد 2021، وأن يتم التخلص من عبء الوباء الذي أرهق كل دول العالم على مدى العام الماضي. وقال أن المستقبل سيكون أفضل بفضل لقاحات كورونا، ويمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب فرصة. أما صحيفة واشنطن بوست، ومنها: مجلس الشيوخ الأمريكي يبطل فيتو ترامب بشأن مشروع قانون للأمن القومي. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس جمعة بإبطال حق النقد الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار. ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل، ومنها: تركيا تتولى قيادة قوة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي. تولت تركيا قيادة قوة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي ناتو مع بداية هذا العام. وقال الحلف أمس الجمعة أن تركيا تساهم بلواء مشاة يضم 4200 جندي في هذه المهمة. أضاف الحلف أن هذا اللواء مزود بأحدث الأجهزة والمعدات التركية من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات ومدافع الهاوتزر، مشيرا إلى أن عدد هذه القوة سيصل خلال 2021 إلى 6400 جندي. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف، ومنها: تايلاند تمدد إغلاق المدارس في بانكوك للحد من انتشار الفيروس.
ذكر بيان لإدارة مدينة بانكوك أنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في العاصمة حتى 17 من كانون الثاني لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت السلطات قد أمرت في وقت سابق بإغلاق تلك الأماكن من 24 من كانون الأول إلى 3 من كانون الثاني بعد تسجيل قفزة في حالات الإصابة المحلية بكوفيد 19. بالعودة إلى شأن المحلي، سيكون معنا الضيف باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور مباشرة عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك سيد باسم في طبعة اليوم. يعني بداية نتحدث عن الموازنة بين التقشف وزيادة الإنفاق، كيف ترى إمكانية توحيد المواقف سياسيا لتمرير الموازنة بوقت قياسي؟ تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد من الصعوبة جدا توحيد المواقف خاصة السياسية مع الجانب التنفيذي لوجود تباين كبير في الرؤية وفي المعطيات المتوفرة، لا سيما وأن الموازنة فيها متطلبات كثيرة. في الجانب التنفيذي الحكومة ترى بأنها تحاول أن تعمل ما بجهدها من أجل تقليل العجز ومن أجل الإلمام بكل ما تحتاج متطلبات سواء الموازنة من مصروفات تشغيلية أو مصروفات استثمارية، مع وجود الضغط الهائل جراء الشح المالي بالموارد. أما في الجانب الآخر فمواقف القوى السياسية التي ترى بأنها تحاول أن تضغط من أجل تمرير ما تراه مناسبا لخدمة المواطن ولخدمة الشارع العراقي ولتقليل معاناة كثير من الشرائح التي تتضرر إذا ما مرت الموازنة بهذه الشاكلة، لا سيما فيما يخص الأجور والمتعاقدين وإيجاد وظائف وفرص عمل ممكن أن تتخللها هذه الموازنة لغرض سحب النقمة الشعبية وتقليلها، لا سيما أن الشارع العراقي يشهد احتجاجات ومتطلبات كثيرة من قبل شرائح كبيرة من المهندسين وسواهم من الخريجين العاطلين عن العمل، الذين يرون بأن في الموازنة فرصة كبيرة لاحتوائهم ولتقديم ما يمكن تقديمه من خدمة وظيفية لهم. نعم. طيب سيد باسم، يعني برأيك هل سيعمل البرلمان على تغيير بنود داخل الموازنة، وهل له صلاحية ذلك؟ يعني لأن الحكومة هي صاحبة يعني القدح المعلى في ما يخص مشاريع القوانين التي تتعلق بالجنب المالية، إذا ما ذهب البرلمان وهو سيذهب إلى ذلك بتغيير عدد من أبواب الصرف والمناقلات وربما ضغط بعض النفقات وإضافة نفقات أخرى، أعتقد بأن الحكومة ستذهب مشرعة إلى المحكمة الاتحادية للطعن بما ذهب إليه البرلمان، لأن ذلك سيضر بأدائها، وربما ستأخذ المحكمة الاتحادية بهذه الطعون مثل ما حدث زمن حكومة السيد العبادي عندما اعترض على كثير من التغييرات التي أجراها البرلمان في موازنة عام 2017، وبالتالي أقرت المحكمة الاتحادية برد الطعون وهو ما سيحدث. لكن بالتأكيد القوى السياسية وباعتبارها جزء من السلطة التشريعية ستعمل بما تراه مناسبا من ملاحظات أبدتها وصرحت عنها من خلال وسائل الإعلام، وربما ستغير كثيرا في أبواب الصرف وعدد المسارات الإنفاق التي يمكن أن تتغير، لأنها ترى في هذا التغيير مصلحة عامة ممكن أن تخدم الشعب العراقي. نعم. في شأن آخر وهو شأن الانتخابات، يعني بين المبكرة وضغط التأجيل، فيما يخص الشأن الانتخابي هل تعتقد أنها ستجري بوقتها المبكر أم أن هناك معوقات ستحول دون أن يتم ذلك؟ يعني مع دخولنا العام الجديد بالتأكيد أكثر المعطيات تشير إلى أن جاهزية الأجهزة التي التنفيذية التي المسؤولة عن
إجراء الانتخابات سواء مفوضية الانتخابات وما يترتب عليها من تحديث لسجل الناخبين أو يعني تحديث البطاقة البيرومترية والاستعدادات والتجهيزات المالية التي ممكن أن تحتاجها لغرض التغطية أو فيما يخص المحكمة الاتحادية واستكمال أعضائها وقانونها. جميع هذه المعطيات تشير إلى أن الانتخابات ممكن أن تؤجل لفترة قليلة إلى ما بعد التوقيت المعلن في 6 حزيران، ربما تدفع القوى السياسية بإرجائها إلى الشهر تشرين الأول من هذا العام حتى يتسنى لاستكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات التي يعني تنجح إجراء انتخابات حقيقية من دون أي اعتراضات ومن دون أن يتم التشكيك بها. الانتخابات هذا العام ستكون واقع بالتأكيد، وعدم حصولها ربما سيتسبب بهزة سياسية لجميع القوى، لا سيما أن كثير من القوى أدركت أن إجراء الانتخابات المبكرة بات مطلب ضروري للجميع، يمكن أن يحرك الجمود السياسي وينقذ العملية السياسية من الانهيار. طيب هل هناك تفاوت بالمواقف السياسية بين من يطالب بالتأجيل وآخرون يطالبون بتنفيذها مبكرا، وما أثر ذلك على العملية الانتخابية؟ يعني للآن هنالك قوى، بالتأكيد هنالك قوى سياسية لا ترغب في إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، وترى بأن الذهاب إلى نهاية الولاية التشريعية الحالية لن يؤثر كثيرا، لا سيما أن الفارق سيكون مجموعة بضعة أشهر لا أكثر، وبالتالي هذه القوى السياسية لا تعلن صراحة عن مواقفها برفض التوقيت حتى لا تبدو أنها تغرد خارج سرب المجموع وخارج سرب الإرادة الوطنية والشعبية التي ترى في إجراء الانتخابات المبكرة أحد الحلول المهمة في التغيير والإصلاح ويعني تلبية متطلبات الشارع العراقي. أما الذين يدعون إلى إجراء الانتخابات في توقيتها ربما هم يراهنون على أنهم قادرون على خوض هذه الانتخابات مع تحقيق نتائج كبيرة بالنسبة لجمهورهم، وربما ستكون لهم يعني المساحة الأكبر التي سيحصلون عليها من خلال حجزهم لمقاعد كبيرة من البرلمان العراقي. نعم، رئيس تحرير جريدة الدستور باسم الشيخ، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا، جولتنا مستمرة وإلى الأخبار الاقتصادية بعد هذا الفاصل. وإلى الأخبار الاقتصادية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية، نقرأ: التجارة الإلكترونية ملاذ الماركات الفاخرة في ظل كورونا. في ظل إغلاق المتاجر وتوقف السبر بسبب الوباء، تكثف ماركات السلع الفاخرة الجهود لتعزيز مبيعاتها على الانترنت في تحول استراتيجي لا غنى عنه، لكنه محفوف بالمخاطر لعلامات تجارية تسعى إلى جذب أكبر عدد من الزبائن من دون أن يفقد القطاع ميزته الحصرية. وقد دفعت الأزمة الوبائية الماركات الفاخرة إلى الاستثمار أكثر وفي وقت أسرع في قنوات بيع لم تكن تعتبر من الأولويات. وأيضا في الشأن الاقتصادي، ومن صحيفة الاقتصادية السعودية، نقرأ: تعافي أسعار النفط والطلب يتلقى دفعة قوية من اعتماد اللقاحات. أوضح مختصون أن إنتاج بعض الدول التي عانت كثيرا في عام 2020 قد تشهد بعض التعافي في العام الجديد، خاصة إذا أقرت الإدارة الأمريكية تخفيفا للعقوبات على فنزويلا وإيران، مشيرين إلى أن الأرقام الصادرة عن منظمة أوبك تظهر أن صناعة النفط في فنزويلا قد تكون في طور التعافي، حيث تشير أوبك إلى أن إنتاج النفط ينمو ببطء لكن بثبات منذ الربع الثالث من عام 2020، ويضاف إلى ذلك الأنباء الإيجابية عن اللقاحات. مشاهدينا، جولتنا مستمرة بعد هذا الفاصل.
وفي الشأن التكنولوجي ومن صحيفة اليوم السابعة المصرية نقرأ: لوس أنجلوس تخطط لاستخدام نظام رقمي لتنظيم عملية التلقيح ضد كوفيد 19. تخطط لوس أنجلوس لاستخدام نظام رقمي لتنظيم عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 وتحديد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة أو جرعتين، حيث يعتمد النظام على الهواتف الذكية ويذكر الأشخاص الذين حصلوا على جرعة من اللقاح بموعد الجرعة الثانية، ويمثل النظام الجديد وسيلة فعالة لتنظيم عملية التلقيح، لكنه ما زال يعاني من نقاط ضعف مثل كيفية التعامل مع الأشخاص الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية. ومن صحيفة النهار اللبنانية نطالع: مايكروسوفت تكشف عن اختراق جديد تعرضت له من القراصنة الروس. أعلنت شركة مايكروسوفت أن مجموعة التسلل الإلكتروني الروسية والتي اخترقت نظم شركة سولار ويندز تمكنت أيضا من اختراق الشركة والوصول إلى بعض شفرات المصادر. وقالت مايكروسوفت أن تحقيقها كشف عن عيوب في عدد صغير من الحسابات الداخلية، أن أحد تلك الحسابات استخدم للوصول إلى شفرة المصدر في بعض مواقع التخزين. مشاهدين، أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الصحي بعد هذا الفاصل. ومن صحيفة البيان الإماراتية نقرأ: فاوتشي يؤكد السيطرة على كورونا في هذا التاريخ. أكد أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة ستصل إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات تكفي لعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية بحلول خريف 2021. وأضاف: من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد، وإن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي. ومن صحيفة الدستور الأردنية نقرأ: منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فايزر بايونتك. منحت منظمة الصحة العالمية أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد 19 على لقاح فايزر بايونتك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية. وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فعالية أي دواء دون أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر. مشاهدينا، أبرز أخبار الثقافة والفنون بعد هذا الفاصل. وإلى أخبار الثقافة والفنون، كتبت صحيفة الراية القطرية: القطاع الثقافي يعزز حضوره محليا وإقليميا. استطاع القطاع الفني والثقافي في قطر تعزيز حضوره على المستويين المحلي والإقليمي خلال عام 2020، حيث نجحت المؤسسات الثقافية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى توقيف جميع الأنشطة على نطاق عالمي، واستطاعت استثمار التقنيات الرقمية في المحافظة على استمرار الحراك الثقافي عبر العديد من المبادرات والجوائز التي تم تنظيمها عن بعد. هذا بالإضافة إلى الفعاليات التي شملت جميع المجالات الثقافية والفنية. ومن صحيفة الأهرام نطالع: خليك في البيت شعار الدراما، غزارة الإنتاج وتمرد المحتوى والمشاهدة المدفوعة مقدما تدخل الحلبة.
شهدت الدراما التلفزيونية خلال عام 2020 حالة تمرد واضحة سواء على مستوى الموضوعات التي تغير تناولها بشكل كبير أو عدد الحلقات الذي تحررت المسلسلات منه، وهو ما فرضه وجود عدد كبير من المنصات الإلكترونية التي اتجهت لإنتاج أعمال وتقديم محتوى وشكل جديد للدراما. كما شهدت هذه الأعمال نسبة مشاهدة كبيرة تسبب فيها حالة البقاء في المنزل نظرا لتفشي فيروس كورونا الذي ألزم عددا كبيرا منهم للالتزام بالتواجد في المنزل. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن آخر المستجدات في الشأن الصحي سيكون معنا الضيف دكتور منهل أروديني، عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة. أهلا ومرحبا بك دكتور منهل في طبعة اليوم. يعني بداية نتحدث عن الموقف الوبائي، نلاحظ انخفاض في عدد الإصابات ونسب الوفيات والارتفاع بنسبة الشفاء، كيف تقيمون هذا الأمر؟ صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على كل متابعي قناة العراقية، وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله سنة سعيدة، سنة خير، سنة لدحر الوباء. حقيقة هذا الفضل أول شيء يعود لله سبحانه وتعالى وجهود كوادرنا الطبية والتمريضية وكل منتسبي وزارة الصحة على عملهم المتفاني وما يقدموه من أجل المواطن. لاحظنا تطور ملحوظ في أداء وزارة الصحة من حيث الخدمات الخاصة بكورونا وباقي الخدمات، ولا سيما لاحظنا نسبة الشفاء أكثر من 90% وتقليل نسبة الوفيات إلى أقل من 1%، حيث لوحظ بالأمس وقبل أمس انخفاض واضح في أعداد الوفيات وكنا نصل إلى مرحلة الصفر. كذلك زيادة ملحوظة بعدد الأسر إلى أكثر من 14,000 سرير، وإنجاز أكثر من 60 مستشفى سريعة الإنجاز ووضعية التكلفة مجهزة بأحدث الأجهزة. كذلك زيادة الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي لأكثر من 9,000 بعدما كانت 600. كذلك زيادة عدد الفحوصات لأكثر من 40,000 فحص يومي بعد أن كانت 3,000 فحص في شهر الخامس والسادس. وكذلك وصلنا إلى 70 مختبر متخصص مجهز بأحدث الأجهزة، وزيادة عدد الأجهزة PCR من 7 إلى 216. نعم، فعلنا العزل المنزلي وكوادرنا الطبية والتمريضية على مدار الساعة السابعة لحالات في العزل المنزلي. كذلك الموقف الدوائي، وهذا الموضوع جدا مهم، متوفر 100% بما يخص أدوية كورونا ومستلزماتها بعد أن كانت مفقودة تماما بالشهر الخامس. نعم. توفر الأكسجين وزيادة عدد المعامل، وكذلك توجه الوزارة بحالة إلى أكثر من 6 معامل الأكسجين السائل تغطي حاجة العراق وكل محافظات العراق. لاحظنا كذلك لأول مرة أن كل أجهزة طبية في بغداد والمحافظات تعمل بإنسيابية عالية جدا. ارتفاع المستوى الخدمات الطبية في المحافظات الأكثر فقرا كمثنى ونينوى بعد النهوض بواقع البنى التحتية، إضافة وهي جدا مهم، إضافة أكثر من 30 جهاز من طراز حلزوني لدعم المحافظات في تشخيص فيروس كورونا. نعم، بالفعل تم العمل بمستشفيات المتلكئة وإعادة العمل بها ومتابعة نسبة الإنجاز في أغلب المحافظات، وهي نقطة أيضا مهمة. توفير اللقاح الخاص بكورونا ولا سيما بعد أن تم العقد الاتفاقيات مع مرفق جافيكس وشركة فايزر وتخصيص المبالغ المالية اللازمة. كذلك لوحظنا بنجاح وزارة الصحة بعزل المستشفيات العامة عن مراكز كورونا وكذلك استحداث صالات عمليات، نشر التوعية سواء بشكل ميداني أو على الفضائيات وكذلك كل جيشنا الأبيض وكوادرنا الطبية مستنفر منذ شهور وأيام في تقديم العلاجات للمواطن. نعم، حققنا طفرة نوعية في التشخيص والعلاج، وهذا ما عكس بشكل إيجابي في ازدياد حالات الشفاء وانخفاض عدد الوفيات. تحية احترام وإجلال كل كوادرنا الطبية وكل منتسبي وزارة الصحة والرحمة والغفران، شهدنا الشفاء العاجل لكل منتسبي وزارة الصحة الأبطال والشعب العراقي. نعم. حقيقة هذه المعركة لا تقل أهمية عن معركة داعش. نعم، نحن أمام عدو خفي، نتمنى أكثر وعي من المواطن، أكثر التزام. هاي العوامل اللي ذكرتها قبل كلي كلها ساهمت في ازدياد أعداد الشفاء والحمد لله والشكر وانخفاض نسبة الوفيات. طيب دكتور، ماذا عن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا؟ سمعنا أنها تؤثر بشكل أكبر على فئة الشباب، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وما أبرز المستجدات في هذا الشأن؟ هي سلالة متطورة وليست جديدة، يعني هي منبثقة من القديمة بس متطورة. هواي دراسات، هواي صحف شفناها بأنه لحد هذه اللحظة هي بها شيء إيجابي وسلبي.
سريعة الانتشار، هاي الشيء سلبي، وأقل حدة من السابق. لحدنا هاي المعلومات المتوفرة. أما بما يخص اللقاح، لحسن الحظ اللقاح أو التطعيم لحسن الحظ يشتغل عليها. نعم، عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة دكتور منهل الروديني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا، إليكم أبرز الأخبار المنوعة بعد هذا الفاصل. وفي الأخبار المنوعة ومن صحيفة الرؤية الإماراتية نقرأ: روبوتات ترقص على أنغام أغنية هل تحبني. انتابت حالة من الفرح والبهجة والحلوية روبوتات شركة بوستن دينامكس التي انهمكت في وسط القفز في الهواء والرقص على أنغام أغنية هل تحبني، التي أحدثت ضجة هائلة لدى طرحها في الأسواق عام 1962. وبدأ الروبورتان الشهيران أتلس وسبوت في حالة من النشوة في الكليب الذي امتد لدقيقتين، وهما يهتزان ويتمايلان على إيقاعات الأغنية الشهيرة بمهارة ورشاقة عالية تحسدهما عليها أفضل الراقصات. وفي الأخبار المنوعة أيضا وإلى اليوم السابع نقرأ: أب صيني يبتكر طريقة مميزة لإطعام رضيعه في غياب والدته. ابتكر أب صيني طريقة بارعة لتشجيع ابنه الرضيع على الرضاعة من الزجاجة في غياب والدته. وفي مقطع مضحك تم تسجيله في الصين، يربط أبا صورة أم الطفل في مقدمة وجهه لكي يشجع طفله على الرضاعة لحين عودة والدته. وعلق الرجل جهاز لوحي ذكي على وجهه مع وجود قرصين شفافين ملفوفين خلف رأسه لإبقاء الجهاز في مكانه. وشهد ابن الرجل وهو يشرب بسعادة من زجاجة الحليب وهو ينظر للتابلت معتقدا أنها والدته. أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الرياضي بعد هذا الفاصل. وفي صفحتها الرياضية نشرت صحيفة النهار: ميسي أصبح حرا رسميا. أصبح قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي حرا، وبات بإمكانه التفاوض مع الأندية الأخرى في حال أراد الرحيل عن النادي الإسباني بعد نهاية عقده في الصيف المقبل. ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد. وكانت الصحافة الأسبانية ربطت ميسي بالانتقال إلى أكثر من نادي في الميركاتو الصيفي مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأنتر ميامي الأمريكي. صفحتها الرياضية أيضا نشرت صحيفة القدس العربي: مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي. تقاسم فريق مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريق ليفربول، وذلك عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا بهدفين لهدف واحد خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في جولة 17 من مسابقة الدورية. رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليفربول الذي يواجه ساوثهامبتون يوم الاثنين المقبل. مشاهدينا، قبل الختام نذهب وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير. في ختام